ايه هو مرض انفلونزا الطيور؟ ده مرض معدي بيصيب الطيور وممكن يتنقل للإنسان عن طريق التعامل المباشر مع الطيور المصابة، ولغاية دلوقتي ما اتنقلش من إنسان لإنسان. طب ازاي احمي نفسي من الاصابة بالمرض؟ ما تتعاملش مع الطيور المهاجرة بأي صورة، ولو سافرت البلد معروف إن فيها إصابات بالمرض ما تزورش مزارع أو أسواق طيور أو أي مكان تاني فيه تجمعات للطيور، وفي أي مكان تكون فيه لازم الطيور تتحضر بطريقة سليمة. أكل الطيور آمن، وللأمان أكتر لازم الطيور والبيض يتغسلوا ويتسووا كويس قوي، لأن درجة الحرارة العالية بتقتل أي ميكروبات أو فيروسات ممكن تكون موجودة فيهم. وغسيل الإيدين باستمرار مهم جدا علشان نحافظ على صحة الأسرة كلها.